قدام المحكمة ناس عندنا بس الإفراج على المطلق عليك دينا احنا ديال بابلوسي دينا احنا السفعي بطلة حمزة العيطاوي خويا علال العيطاوي الفاطمي الإدريسي وأسامة حسين والدب ست ناس اعتقلنا راه كانوا عباد الله شافونا اعتقلنا مشينا بالفيديو طرحوا بدوش طرحوا لي الأسئلة حنا اعتقلتو ما تبقاوش تفوتو خطط حمراء ما تبقاوش تفوتو واحد الإخوة قالوا بأنهم كينتميو لا داعي لإسلام كينتمو لحقوق الإنسان كيجيو كحقوقيين وتيسطاوك جميع عام تقول لك حنا نعيشين في برايا نقز واحد كتب واحد الأرتيكل اش قال توا مناضل معروف عليه كان دار اعتصام في 24 وتدير اعتصامات سب ان فلان وفلان تنعرفو من 17 فبراير باقي ديك الشي مدون ونهار تعتقلوا اول اعتقال ديالهم تبرؤوا من الحركه قالوا بان حنا حقوقيين بس تكونوا مصافين تبرؤوا من الحركه انا اكدت قدام فعلا هاد الهضره كانت وصلنا بك البوليس البوليس اول حاجه صراحه هكا وسير ما يعاود لينا حتى البوليس كيفاش تعامل معاه في اعتقال لان الشاب كان من الناس المعتقلين اللي تعتقلوا وتا هما تعرضوا للتعذيب وخرجوا مزيان يعاود لينا على الظروف كيفاش تشدوا وعلى تشدوا علاش تمشي مع الحال احنا تدينا كنا درنا وقع 500 من احنا تدينا في وقفه احتجاجيه كما تنديروها الناس اللي اطلاق صراح معتقلين احداث برنوسي لان وقفت الاعتقال ديالنا مشينا اول حاجه اول سؤال طرح علينا واحد السؤال استفزازي كانوا واش تاكلوا شي حاجه حنا صايمين كانوا بغيتو نجيبوا لكم شي مناضه نجيبوا لكم شي حاجه حنا كنا صايمين قلنا اللهم حنا صايمين وتم كل واحد فرزو كل واحد يسدو بوحدو قال لك لا شوما اللي دي طايب كل واحد تم طرق ثلاثة عناصر بينهم على العطاوي والفاطمة والرداد تم الصراح ديالهم وتعتقل بقادة حمزة العطاوي وأسامة وتحكموا في الخار ديال الحبس السورسي و1200 درهم غرامة مالية.